امبارح أثناء حضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للنسخة الرابعة من فعالية قادرون باختلافه اللي شارك فيها مجموعة كبيرة من ذوي الهمم اللي قدروا يتخطوا كل حاجة صعبة عشان يوصلوا لأهدافهم، كان منهم المغنية مريم نجدي اللي غنت مع الفنان حسين الجسمي. مريم معانا دلوقتي على التليفون عشان تكلمنا عن مشاركتها وشعورها بالغناء قدام سيادة الرئيس كمان مع الفنان الكبير حسين الجسمي. صباح الخير عليك يا مريم وأهلا بيكي معانا في صباح الخير. والله انبسطت قوي طبعا، الأغنية حلوة أوي ومبهجة، فأنا انبسطت قوي، من أحلى الحاجات اللي أنا غنيتها في حياتي. مريم لو ممكن تعلي صوتك شوية وتوفي بس في حتة فيها شبكة أقوى من كده شوية عشان صوتك بيقطع. انتوا سامعيني؟ أنا مش عارفة. سامعاكي كده كويس، اتفضلي. انبسطت قوي طبعا، الاكسبيرينس لذيذة والأغنية حلوة قوي ومبهجة جدا يعني. وانت جميلة يا مريم، معانا يا مريم. شكرا قوي. مريم انت كنت معانا من سنة تقريبا، عملت ايه خلال السنة اللي فاتت دي؟ والله الحمد لله، يمكن اعتقد ان احلى الحاجات اللي انا عملتها ان انا دلوقتي بشتغل في واحدة من اهم مؤسسات، مش عارفة اصلا عادي لا، بس طبيعة عملك ايه؟ وبالنسبة لي فكرة وجودي في مكان زي ده مهمة قوي، وطبعا المشاركة بقى في الفعالية لذيذة قوي، الحمد لله اتبسطت يعني. وبقول كده بحاول طول الوقت أبقى بعمل حاجات مختلفة حتى لو مش كتير مهمة قوي، فأتمنى كده ربنا يقدرني يعني وأقدر أثر في العالم والناس تفتكر اسمي بعدين. ربنا يوفقك. طب فنيا إيه آخر أعمالك الفنية؟ عايزين نطمن. ما إحنا واخدين بقى بريك ما يعني لحد الأغنية دي، الحمد لله طلعت لذيذة قوي. يعني لكن خلال الفترة اللي فاتت دي ما كانش في عمل فني. سمعاني يا ماري؟ سمعاني. بقول لك خلال الفترة اللي فاتت دي ما كانش في أغنية جديدة أو شاركتي في أي حاجة. لا، عملنا طبعا أغنية تعاون مصري إماراتي كده بسبب مرور 50 سنة على قتل المصرية الإماراتية، كانت حلوة قوي برضو مع الفنان أحمد جمال، كانت حاجة لذيذة يعني انبسطت قوي بيها برضه. مريم طبعا يعني نورتينا في صباح الخير يا مصر، الاغنيه فعلا يعني زي ما انت قلتي مبهجه جدا وحلوه جدا، ويعني احنا دايما بنبقى سعداء بيكي في صباح الخير يا مصر. نشكرك جزيل الشكر مطربه مريم النجدي.